فيقولون في 100 يوم أنا ما أعد الأيام، أنا أعيش يومي وأفكر في الحاضر، وطبعاً أفكر في المستقبل عشان المستقبل جزء من حياتنا بيكون، لكن لازم نعيش يومنا. هل نحن دائماً نكون محفزين إن نحقق كل أهدافنا؟ طبعاً لا، ياما نحن نحط أهداف من أول السنة والأهداف تروح ولا نيأس ولا نغير رأينا. أنا شخصياً ما أحط أهداف أو يعني ريزولوشن ما عندي أول السنة، عندي كل فترة أخلص شيء وابتدي شيء ثاني. إذا أي وحدة تحس إن هي أخفقت ولا ما قدرت، عليها إن هي تذكر نفسها، تجلس تكتب مرة ثانية، تناقش الموضوع ويا صديقتها، وصدقوني إذا هي حابة الشيء مستحيل تتركه.